صباح الخير، صباح النور، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ سمحوا لي غبرت عليكم البارح، الله يعطيكم الخير. كل شي بخير؟ اخباركم مزيانه؟ كل شي كي داير مع رمضان؟ واش غلبتو ولا غلبكم؟ انا متاكده بانه غلبكم، ما غلبتوش بحالي. وكان كما كتشوفوا معايا البنات، بادي نهاري ليكم. عندي راجلي عنده شي تشنجات في الرجيلات ديالو، في اليدين ديالو، المهم ضارين شويه وصافي. راكم عارفين حنا العيات المغربيه تبارك الله علينا ندلكو. غير هو البنات انا ما كنعرف هاد المساج كيفاش كيدير ليه. الصراحه الصديقه ديالي كنتفرج في واحد لا فيديو هنايا ديال الصديقه ديالي هند اللي هي عندها القناه، وكتوريكم من احتل زاد كيفاش تماسيو الرجيلات ديالكم، رجالكم، اليدين، الظهر، الطريقه ديال الناس اللي فيهم اوجاع ولا تشنجات في الميسكل ديالهم ولا شي حاجه بحال هكا. كتوريكم، انا وريتكم مقاطع حيت انا كندلك ليه اللي كنتفرج في الفيديو ديالها. القناه الصديقه ديالي هند عندها القناه ديالها في اليوتيوب اللي كدير فيها الطبخ وكيفاش تعلمي المكياج وكيفاش تعلمي ليستيتيك اون جينيرال، ليستيتيك وطريقه المساج، سورتو هذا المساج ديال التشنجات الناس اللي عندهم مشاكل. انايا راني ديماريت وغنوريكم ان شاء الله واحد الوصفه اللي تاي نقلتها من عندها تبارك الله عليها، راه حادقه كتعرف عندها كيعجبها الطبخ وكيعجبها هذا الشيء ديال لابوتي. وشكون خلاك ديري شي حاجه الدري معلق فيها ما خلاني غنماسي؟ المهم قررت قال لي داري رجليه وقلت هو بلاتي نجي نماسي ليك اخويا، شحال هادي ما ماسيت ليك الرجيلات، بلاتي نماسي ليك الرجيلات. ساشون كالبنات ماشي انا اللي كنماسي ليه رجليه بوحدو، راه حتى هو مسكين راه كيماسي ليا رجلين الى ضاريتني الحماله ديالي كلها، راه دوزها كيماسي ليا مسكين في رجلي وفي ظهري وفي جلدي كله. مع كتعرفوا الحماله البنات كيكون لحمك ضارك وعظمك ضارينك، لذا البنات ما فيها عيب وما فيها، راه راجلي هذاك ما فيها عيب انا نماسي ليه مسكين ودار شي بلاصه نعاونو حتى هو باش نخفف عليه الالم. هو راه كياكل بعض مرة الدواء ولكن الحمد لله مع هذا المساج راه كيتحسن شويه الحمد لله. قال لي راه مزيان محيد ليه نقص ليه شويه وجع. المهم لي زيتي البنات با غنحط لكم القناه ديالها في صندوق الوصف. اللي بغات تعلم كيفاش تماسي وتعرف منين تشد لي ميسكل دخل عندها القناه ديالها وتفرج في الفيديو ديالها. وكذلك اللي عندها مع الطبخ، هي رغم انها ماشي زعما مواظبه على الفيديوهات ولكن راه كدير فيديوهات زوين البنات، تقدروا تدخلوا هنا نحط لكم القناه ديالها في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم راك انت بغيتي تصوري وبغيتي ديري بزاف ديال الحوايج، كاين شكون خلاك الدري الصغار هادي غوت من هنا ماما، هذا الاخر من هنا ماما، قسموني. كنوريكم هنا القناه ديالها البنات واكيد راه غنحطها لكم في صندوق الوصف. نزيتي با تدخلوا، انا راه كنقول انا البنات هنايا هزيت اي حاجه ماسيت بها، اي حاجه لقيتها قدامي ماسيت بها، مابقيتش كنختار حيت عندي الشغل ما يدار. قال لي ضارني يديا ضارني هنا، وقلت لي واجي نماسي ليك اخويا بالعكز اللي لقيته قدامي. عندي شي كريمات تما ما نكذبش عليكم، دوك الكريمات اللي درت ليه عندي الكريمات غيت بيريمو ما مستعملهمش، وقلت لي اجي نماسي ليك بهم باش نحيدهم. ملي شفتو هاد البارتي البنات هي راه كتوري ليد وانا كنقول منها كيفاش كتماسي ليد وكدوز ماسات ليد ماسات الرجل ماسات كلشي. المهم نقطع لها وياك وجينا طاح الخبز في هاد الارض ديالك كيهزو دري صغار ديالك كيهزو دري صغار ديالك ودري صغار ديالك هاديك الصفه ديالك ديالك كنت بالضربي فيك هاديك الصفه ديالك ديالك الزرقاء والناس الزرقاش اللي كيديرو فيك. حنا الدار موسخي ولكن غير الوسخ ديال اللي ما فيها. واش هذا في الصندوق هذاك؟ جفن وين هديه جا درك دوزت عليه اصلا ما عندك ما يدير زيت كبير بس على جفن يلا هذا ما عرفتي له قال لي بعيدة تلقاه يا قلتي على جاب تاع الدار تاع الرجل اللي بعد كما كتشوفوا مثلا في الماساج الالون وداك الشيء راه هو ما دابا نتوما كما كتشوفوا معايا هو راه هنا كيدير الوصفه ديالو. كما قلت لكم اليوم ان شاء الله غادي نخرجوا غادي نفطروا فواحد البلاصه زوينه، كل واحد كيدير الوصفه ديالو وكل واحد كيدير ستيل ديالو. انا ما عرفتش شنو خربق هنايا شنو ربز، انا غادي ندير الوصفه ديالي ما عرفتش شنو كيرون هو، انا ما عرفتش شنو كيرون الصراحه. كل واحد داير الوصفه ديالو وان شاء الله ندوقوا عند الفطور كل واحد شنو كيعجبو واش شنو داير. المهم انا غادي نبدا بواحد الوصفه ديال الصديقه ديالي حتى هي ديال هند، شفتها في القناه ديالها اللي هي كما قلت لكم راه كتعطيكم نصائح على التجميل، هي راه خبيره التجميل كتعطيكم نصائح على التجميل على البشره. الناس اللي عندهم بغاو يتعلموا المانيكير والبيديكو بغا يعرفوا البشره ديالهم بغا يتعلموا المكياج وبغاو يديروا بزاف ديال الحوايج راه غنحط لكم القناه ديالها في صندوق الوصف، دخلوا عندها البنات وشجعوه. الا جينا من عند حياه ما تحشموني صافي.
وسيختو واحد الفيديو اخر فيديو شفتو على دارت الماكياج واقيلا البنته ولا شكون ديك البنت اللي دارت لها الماكياج جاها واعر سيختو سميره بحالي عجبها الماكياج ان شاء الله غادي نجربو. ودابا شفت عندها واحد الكريب طيبات معايا كدير تجبل وحتى يعني كيعجبها الطياب والطياب شفت عندها واحد الحشوه ديال الكريب معمر واعر على راكم الكريب راكم عارفين لاباط ديالو كيفاش دايره غادي نشاركها معكم من طور الحشوه انا غادي نشوف الحشوه كيفاش دايره عندها وندير لا ميم شوز حيت شهاتني عندها صراحه ويلا يلا نبداو على بركه الله. هي كما كتشوفوا الحشوه ديالي البنات انا طحنتها شي في الترموميكس طحنت هذاك سميتو زدت عليها انا هي درت غير الخيزو والبصله وهذه انا درت عليه سميتو الكورجيت ودرت هذا طحنته تاو في الترموميكس. البنات اللي بغيتي تطحنوا في الترموميكس راه بحال مقطع تيجي طريفات صغيره مقطع انا كنطحنو ما نكذبش عليكم درت الثومه درت الكفته درت البصله درت هذا البزاء هذاك القزبر وغادي نزيد دابا شويه طال العطريه راكم عارفين كل واحد الذوق ديالو في العطريه كاين اللي كيبغيها كاين اللي ما كيبغيهاش بزاف على حسب الذوق داكشي حبابات ديالي من بعد ما رديت ديك الماكله ديالي كتشحر كطيب هنايا هي الغزالات لا ما عقلتش رديت انا ولا ما رديتهاش المهم راه نتوما كتشوفوا معايا كلشي هنا راه مشيت درت واحد الماسك للوجه ديالي ماشي ماسك ربي تسمح لي هذاك البيلينغ البنات راه كنت هضرت لكم عليه في ستوريات الصراحه راه شي حاجه خطيره راه شي حاجه الخيال العلمي كنت هضرت لكم شحال هذه كنت بديتو وحبستو عاود بديتو عاوتاني ولكن هذه المره بديتو نهائيا يعني صافي كملت فيه البنات هذاك المقشر هذاك البيلينغ هذاك ديال لا مارك اوردينير هما ثلاثه ديال لي برودوي وليو انك كتشريهم ما عرفتش حدير الثمن ديالو وليو كتشري كل واحد ب 250 درهم كتشري ثلاثه ب 500 درهم كيحقشروا يا البنات البشره ولا عندك شي حبوب طراس ديال الحبوب عندك باغ اكزومبل لي بوغ عندك داك البلاصه دوك اللي كيكونوا بحال كنقولوا حنا بحال الوجه ديال البغينا محلولين راه كيسد لي بوغ وكاي وكيبيلي الوجه بحال دابا فيك لاطراس ديال الحبوب ولا ديال السخانه كيحيد لك ديك القشره الفوقانيه كلها ولكن ماشي كيحيدها لك بدقه واحده يعني كيحيدها لك بشوي 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 انا هذا زدتو تقريبا واحد شويه هذا الماسك الاحمر كديريه مره في الاسبوع وكي كيقشر لك الوجه ولكن الاخرين كتستعمليهم كل نهار واحد في الصباح واحد في العشيه واحد في العشيه واحد غتنعسي واحد في الصباح الا فقتي رائع البنات والله العظيم رائع علاش تلغي زلت في الوجه ديالي عندنا ولا عندي واحد لابغيونس ما نعاودش لكم وحتى لي بوغ ديال الوجه انا ما عنديش لي بوغ بزاف ولكن تسدوا دوك الشيء اللي كان عندي صغيور كيتسد وحتى داك الوجه ما كيبقاوش فيه لي سيكاتريس ديال الحبوب بزاف ديال الحوايج من بعد ما ساليت البنات كيما وريتكم الخضره ديالي قطعتها هنا جيت كنطيب الكريب الكريب كنطيب بكيدو ماغل كنطيب الاول كلاود البنات هكا راني طيبت معكم الخليط كما كتشوفوا وبرد وكنطيب الكريب في الاول كلاود حيت الاول كلاود البنات تقدري ديري فيها اي حاجه تقدري ديري فيها الكريب تقدري طيبي فيها المسمن تقدري طيبي فيها اي حاجه بغيتيها طيبي فيها فيها ومن بعد غادي نحمرهم فيها ان شاء الله نيزيتي با اللي خاصها الاول كلاود مرحبا بكم كلكم البنات راه كنحط لكم النمره في صندوق الوصف مرحبا بالجميع اللي بغات الاول كلاود نيزيتي با تكونتاكتيني في الواتساب واكيد الترموميكس راه اكيد في الواتساب راني وريتكم في الترموميكس البنات كيفاش كيشلد الخضره الا بالنسبه لي ما بغيتيش تقطعي ما قادراش تقطعي انا كنلوح فيه هي كتشلد ديال الخضره الصراحه كيقطع عليه قطيعات صغيورين بحال قطعتيها بالموس لا ميم شوز هنا من بعد ما ساليت ما عمرت الكريب كله مالح جا واعر الوصفه ديروا فيها غير داك الشيء وردوا عليا الخبر راه غتجي لكم واعره الوصفه ديال الهند جات خطيره انا عجبتني بزاف فيها الخيزو فيها بزاف ديال الحوايج انا درت هكا ودرت عليه شويه ديال الزبيده وسديت عليه هكا وغادي تشوفوا كيفاش غادي يخرج في الاول كلاود غادي يخرج محمر
غزال واعر. جربوا هذه الوصفه البنات ديال شنو اللي وريتكم، وزيدوا عليها الفرماج في الداخل، زيدوا الفرماج. انا راني زدت الفرماج في الداخل، نسيت ما وريتوش لكم، ولكن راني زدته، جا خطير. شوفوا الحموريه كيفاش جات فيه، غزاله واعر واعر واعر. والله جربوا البنات هذه الوصفه ديال هند، وغنخط لكم القناه ديالها في صندوق الوصف، دخلوا عندها وجربوا لي غوسيت ديالها، راه غادي يعجبكم. هنايا زيت البنات ندير عاوتاني واحد لا غوسيت، راه كتنسى عليا السميه ديالها، حرقت بابا الكلب، كتنسى عليا السميه ديالها. اشنو سميتو بلا تقولي في التعاليق السميه ديال هاد الحليوات هادو، ناري كتنسى عليهم سمياتهم. المهم كنديرهم في هاد المول، درتهم وغادي ندخلهم ان شاء الله الفرن. هادو وجدتهم ديجا البارح، نورمالمون اختي اللي وجدتهم ماشي انا، مي كديريهم وكتخليهم في الفراش نهار في الفراش. ويلي ويلي راني صايمه في الفراش، كتخليهم في الثلاجه مده نهار ليله كامله حتى كيباتوا عاد الغد اللي كتدخليهم للفران، فهمتوا؟ المهم الفران الفراس راه خدكم صايمه وصافي، راه باين عليا الصيام ياك. المهم انا دخلتهم هكا للفران، قادتهم ليا هي اللي خلطتهم وصافي. صحباتي هاني شوفوا احنا وجدنا الفطور ان شاء الله. طالبوا فين غادي؟ الفاطرين غادي ان شاء الله، فاطرين في البحر. ديال الفاميلا كلها ديال كلهم، كلشي كان نجمع ديك الكاميونات اللي عندنا في الدار، وخشيتهم فرا واحد جلسه نقول لكم كاع سير ما نعاودش ليكم كاع دايرين غادي للبحر. شوفوا اش قال لك، اش قال لك ورا واحد الجلسه جالسين. شوفوا السلام عليكم يا ولاد، شنو جالسين؟ دايرين بخير الحمد لله، يا كلشي انتم لاباس الحمد لله يا ولاد. كاين شي شعر عليكم؟ ها كاين شي شعر؟ ما عندكمش غير شي شعر؟ الله يرحمكم الدوم. هلو راه يا عندي لكم مصر، عندي لكم نص ديال الفلوق اليوم، ما غتكونش قلت لكم. وجرينا جري كلشي هزيتهم، تقلقت لا ما عرفتش شحال واحد هما في الكاميونات، لا ما عرفت. انا غادي نمشي نصور وحده، نصور وحده حدا البحر شي جيبات قلتهم، قلنا نمشي نصور وحده البحر. قلنا الفطور ديالنا كل واحد جاب حاجته، يعني ماشي انا اللي درت الفطور، كل واحد وجاب حاجته. بقى عندهم تندا تمشي عند جاب الحاجه ديالو. ها و كل واحد جاب الحاجه ديالو، باش هي خليته هي ما بدلتليش حوايجو، خليته دوك الحوايج مسخين باش اللي عاد يلعب يلعب ولا يرتاح. هنا هنا هنا، خش خش من هنا، خش من هنا. زعما اسمعها هو ضرب وين انا خلع عليك حاجه، واش يجري ولا شي يجري؟ واش يجي قال لك فايت تاع الراس؟ قال لك وجعنا الراس واش يجيب فايت تاع الراس؟ ايه لا 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 من تحت من تحت من تحت، انا لا لا لتحت لتحت قعد قعد فيني. واش كتقول لي وانت تهضري بشويه ولا كاع؟ الا كنتو حنا كنكونوا مجموعين وكيهضروا بجد وكيمشي هاد الجد. شاف كيدير؟ شاف هو ولده شاف كيدير؟ وانا الله هادي ما كيفيش عيط من التلقى، عيط من التلقى، ما تروح لا نقل هذيك الشيء باش نصعط على شنو داري. وهضروا هضروا بالقياس صباح الخير. هضرك المهم هضرتوا بالقياس، هو هذاك ما هضرتوا بالقياس، راه الناس كيشوفوكم وكيسمعوكم وعارفوكم يا عائلة. هضروا هضروا، شدي النميمة في اللور. انا زوبا كنخدمك بنادم، عيب عيب شوفوا شكون جا معنا للبحر. جيت معايا خديجة مسكينة كدا هي اللي بس عليكم. شخباركم؟ كيف بخير؟ احلى متابعين تاع حياتي، انت بخير؟ عدت عليا اختي اليوم الفطور، اول مره بفطر في البحر، اول مره خرج البحر، واه اول مره مشيت البحر والله. ربي ما واكش بحال كذا ملي شفت البحر واكز، اول مره بنفطر في البحر. ايوا ما كتشدينيش شي غادي قال لا والله. مشينا انا موران ومشينا للبحر، أيه؟ مشينا مشينا للبحر ما يكذبوا، مشينا حدا البحر، ولكن اول مره بنمشي مع نفطر. عرضت عليا الزين ديالي خرجني اليوم ليجاتي بخير. هذه راه اختي وانتم اخواتاتي اللي ما نعرف، وهذه اختي اللي نعرف. شنو كاين؟ هذا اختكم علي. المهم حنا كحا خارجين مجموعين، جات عندي قلت لها واش بغيتي تخرجي معنا للبحر تفطري معنا؟ قالت لك يلا صافي يلا معنا. الله يجازيها بخير. امين. ايوا نطلبوا الله يسخر ليها ويسخر ليكم وكاع المسلمين. صافي يا جات. خجرت بوكسات اليوم لسه بنبقى انا خويا بنبقى لابسه البيجامه اليوم، لابسه العبايه وريهم وريهم العبايه. شنو وريكم شفتوها لابسه العبايه؟ لا لا شفتوها يبانك العبايه والكحل كحل في كحل. بوكيس اليوم اليوم انا خارجين بنشوف مع حياة بعد البحر وفرحانين، اول مره تعب نشوف البحر. اه غنتعطل في الليل ما عندك مشكل؟ لا ما عندي حتى مشكل. اي صافي معنا طلوع يا بنتي معنا تمشي. ما عندي حتى مشكل، وين ما عندي خرجوا نفوتوا.
وين ما لقاو الدار الروتين تاع الدار الدار قعدنا من الدار والله حنا ديما خرجنا ما نربوش كرنا على كل حال فين دار خديجه كي جاو ما تعرفوهاش خديجه شوفوها في الفيديوهات ما تعرفوهاش هاي 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 خديجه واحده اخرى هذه يا ساعه تبقى زين الى خايس احمد خايس احمد ما تعرفاش تقولوا هذه اللي كاينه في البيجامه قالت لك شوفوا انا تحبوا واش هذا كان واحد مشى للسوق قال لا سمعت في السوق كثرت بس ما تعرفوا واش انا اللي عاد قال لي مسكينه سمعوا ستوب واحد خايس احمد خايس احمد لا خلي واحد دارك بالك برزتهم كاع الناس عندهم مشاكل اليوم الواحد راه يكون في الدار حتى تخرج برا ما تعرفيش عنده في داره واش واكل واش شارب واش يبان لاباس عليه ما خاصو خير وما مغطي ما نربوش كرنا ما خاصنا خير ما نربوش كرنا على اختكم علينا ديروا لنا لايك وديروا لنا اشتراك وشجعونا ديروا القلوب شجعوا دخل جيب سكينه والله يعطيكم الخير زينكم ليا واحد ضحيكة عندها واحد ضحيكة شيس شنو هذه السعودية اي خاطر نيتي هذيك جايه من السعودية هي واش جبتي معاك من السعودية ما جبت والو ما جبت والو ما جبت والو انا اللي جاو الدول جيتي خاوي خاوي انا اللي جبت ما جبت معاك حتى الفلوس جبت غير عبايتي ان شاء الله هذاك عتيقه وابراهيم مشاو جابوا البي اش شنو جبتوا جابوا البيتزا شنو لا ما جبناش البيتزا خبز مع البيتزا صغار واش الخبز خصو خبز عادي لا بغيتي الخبز عادي اي خاص خبز عادي لا لا ما عجبني داك العادي لا دار راه غراتان خاصها الخبز الخبز ها هو ما جيبها من تماك خالي ما الخبز ما الخبز ما تجيبوا من هنا مغلينا في القهوة غالي في القهوة ياكي غالي قلت لكم ما تجيبش الخبز انت مالك غالي الفران بعدا سيران الفران هي احنا بين نمشوا نضيعوا الوقت نمشوا الفران على 4 ريال وتعرفوا الناس تاع بكري علاش ما داروش لاباس انتوما من هنا تعرفوا علاش الناس تاع بكري ما داروا لاباس بسبب مانيت قالت لك 4 ريال على خمسه يعني خمسه الخبزات رابحين فيهم درهم حنايا درهم اوكي ما تسقري ما عاد فين بغيتي بيه ما عاد فين بغيتي ما هاد السقريم ما عاد فين بغيتي بيه ما عاد فين غادي الحاج حق الله عينه عينه حق الله عينه 26 قالت لي 24 قالت لي 25 سمع قالك البيض تاعو الحق تاعو غير البيض ويلي البيض الاحمر وتشريها ما تخلصي بيضة انت 50 قالك 50 وكنت خلصيها وما بعد انا ما ناكل وقع على واش تو انا ما ناكل ما ناكل لا البيض واش تهد مولي البيض تاعو جيب صغير تتهد يا لا ما ناكل صفر واللبن والمسمنه في المعده لا حولي لا صافي ما يقول استاذ مالي سمع عاد تقول البيضه دايره 25 ويقول لك غدا تقدى في البيض مسكينه والشهريه مشات ليها هذاك مساكين اللي يشريو ماشي ولا اللي تقدى ما نهضر انا ما نشري ما ناكل انا هذاك مساكين علاش يهم دوك اللي يمسك لها عندنا بحالي مشاي باش البيضه ما خمسه هذاك ما يبيعوها فرحين دوك هذاك ما يبيعوها فرحوا هذاك 50 ريال دار البيض ويلي الحبه والله لا 50 ريال الحق خلعتي عاد البيض البلدي هذا عاد حتى مشيتي خلعتي انا غنتبزلز بالبيض البلدي قالت لك مال البيض البلدي داير 50 ريال قالت لك رشيدة قالت لك هذه العادي 26 البيضه تاع 50 ريال صافي انا غنبدا نبيع لكم البنات البيض البلدي اللي بعتهم الحبابي راه 50 ريال البيضه وين غلى من بيمو غلى من قرب وصل الحليب شحال بقى لي وصل الحليب الحليب ديال 56 داير 66 ريال بعدين الحليب ها كلو 60 باقي ليك 10 ريال وشي حاجه ولي دير بحال الحليب ويلي 30 ريال باقي ما باش ليك ما غدا تجي 30 ريال صافي البنات مرحبا بكم عندي اللي بغات البيض بلدي غنغدا نمشي شي دجاج نروح ندير لي واحد بليصه مشروع مور بحاده والله اش تاكل مشروع جديد ها انت تاكل
جدو دابا الويده ديالي كنقلبوا عليها كلشي جاي كيجري من هذاك سميتو في الرمله كلشي طالع كيجري هازين الماء نخليناه هي طبعا النور ما عرفتش فين دازت تجلات في البحر كنتسنفا كنعيط ليها دابا وتليفونها ما خدامش عيطت ليا واحد النهار تاع واحد السيد قال لي ها هي جايه عندكم وكنتسناها مس حنا كنتناش نص ساعه ما حسيت كنتسناني ما كايناش فين اش 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 الكلب بقاش طلع حرق دباك الكلب طلع مرضوني انا هبي ليها الدراري هما هذا العطانه ما فين داز الله ما عرفت كعيط لي واحد السيد كيقول لي امك اجي تايا بيلي كيقول لي امك راه كاينه معايا اجي راه كاينه راه جات حدا الطريق ما لقاتكم وانا كنقلب حدا الطريق حنا واقفين حدا الشارع حدا صوفيتي لهنايا والو ما كاينش حتى شي واحد ما كاينش واحد كتسنف انا حق ما قلنا البرد والله ما فهمتش انا هاد امك تاياش كانت كدير حنا هذاك ما هز والو حنا هزينا ما نيدز بقات واخا كتسلي باقيه ما عرفت عينينا حمار وعينينا حمار وبالرمله واحد الله العظيم مو بزافير مو بزافير كان حاجه بنت شيدي دخلنا على امكم حنا دخلنا لصفتي اللي جبتي لصفتي الجديد اش دير حدا صفتي الجديد شوفوا منين خليت ما لقينا في لقينا اخي قالها خارجه من هذا الشارع حنا حتى في ذاك الشارع اللي لقينا خارجه من هنايا وصل عليه بعدا